اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة تيف توك دوت كوم. اهلا بكم في الحلقة الثالثة من دورة الاي بي الاصدار اي بي فيرجن 4 الحلقة الثالثة. في هذا الحلقة سنأخذ التعريف والتركيبة الخاصة ببروتوكول الانترنت الاصدار الرابع. نبدأ في هذه الحلقة. التعريف: الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت بالإنجليزية إنترنت بروتوكول فيرجن 4 هو بروتوكول ربط يعمل في طبقة الشبكة حسب نموذج الربط البيني للأنظمة المفتوحة. طور في هذا البروتوكول في عام 1981 من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. كان أحد الركائز الذي قامت عليها شبكة الإنترنت. طبعا نلاحظ انه اي طبقات الشبكات كما وضحنا هنا هي سبع طبقات. معانا في الطبقة الاولى طبقة التطبيق، هي الطبقة السابعة والطبقة العليا. الطبقة التطبيق يكون التعامل مع البرامج، مع برامج المستخدم مثل برامج المتصفحات وغيرها وبروتوكولات ال HTTP أو ال وبروتوكولات ال FTP وال TFTP وغيرها من البروتوكولات السوفت وير. تليها معنا طبقة العرض أو طبقة التهيئة أو ما نسميها بالبرزنتيشن لاير. طبقة التهيئة وظيفتها الأساسية هي تهيئة البيانات من الطبقة اللي فوق طبقة التطبيق و يعني مواكبتها مع الطبقة اللي بعدها طبقة الجلسة. يعني ممكن نقول انه وظيفتها ضغط وفك ضغط الباكت، تشفير وفك تشفير الباكت او البيانات، وتحويل المعطيات بين المعطيات المرسلة والمستقبلة كتحويل البيانات النصية المرسلة إلى صيغة قياسية ASCII مثلا. الطبقة اللي بعدها معنا Session Layer أو طبقة الجلسة، وهي يعني الطبقة التي تهتم بفتح وإغلاق الجلسات بين التطبيقات المستخدمة النهائية. يعني الجلسة ممكن نقول إن الجلسة هي مجموعة الطلبات والإجابات في الشبكة بين التطبيقات مع بعضها. تجي معنا بعدها طبقة النقل Transport Layer. طبقة النقل وظيفتها الأساسية هي ترتيب البيانات المستلمة بشكل صحيح بغض النظر عن الترتيب الذي وصلت إليه، ونقلها إلى العقد الشبكية التالية. معانا طبقة الشبكة بعدها الطبقة الثالثة أو الطبقة رقم ثلاثة، وهو الذي بيشتغل عليها الإصدار الرابع من بروتوكول الإنترنت. الطبقة الشبكة الوظيفة تبعها الأساسية عمل العناوين المنطقية للشبكة، وهو الذي موجود عندنا الذي هو الاي بي، عشان تتم عملية الروتينج وتبادل البيانات بينها. بعدها تجي معنا طبقة ربط البيانات أو طبقة توصيل البيانات Data Link Layer. وظيفتها توصيل البتات المنقولة عبر الطبقة الذي قبلها. أما الطبقة هذا تجميع وتفكيك البيانات إلى عبر الماك أدرس، طبقة التحكم بالوسائط، وتأمين وصول مشترك للوسط المادي. معانا الأخيرة الطبقة المادية،
هي الطبقة الأولى، ووظيفتها تحديد خط الوسط المادي المستخدم في الفيزيكال لاير لتحديد نوع الاتصال الشبكي وصدى الاتصال الشبكي وخصائصه وغيره. نكون هكذا قد عملنا نبذة سريعة عن طبقات الشبكات، وننتقل إلى نشوف نموذج بياني لتركيب بيانات الـ IP Virgin 4. هذا هو شكل البيانات الخاصة بالـ Virgin 4، طوله 32 بت، وبتكون من تركيب البيانات الخاصة به حسب هذا الرسم البياني، من يحدد الإصدار والترويز ونوع الخدمة والطول الإجمالي، ويعني هذا أشياء نظرية ممكن أنك تطلع عليها للفائدة. يحتوي على عنوان المصدر، عنوان الوجهة، الخيارات، البيانات، يعني مذكور كامل شيء، بس طول أو حجم الباكت كامل 32 بت. مزود لكم برابط أسفل الفيديو من الموسوعة الحرة لمن أراد التوسع في التعاريف الخاصة بمحتويات البيانات الخاصة بالآي بي فيرجن 4. إذن معنا شكل عنوان الآي بي، عنوان بروتوكول الإنترنت ومعرف رقمي كما شاهدنا في المخطط السابق، طوله 32 بت. غالبا ما يكتب بالنظام العشري، يعني بالنظام العشري يكتب دائما بالنظام العشري، ولكن قد نحتاج تحويله في النظام الثنائي لإيجاد بعض الأشياء التي سنتكلم عليها لاحقا، ولكن قد في حاسبات تعمل هذا الشيء آليا، ولكن من باب العلم بالشيء بنتطرق لها. يقسم كل عنوان إلى 4 أجزاء تسمى خانات، كل طول منها 8 بت. تركم الخانات انطلاقا من الواحد، وتبدأ من الخانة التي تضم البت ذات الأهمية الأعلى، وهي تقع أجزاء يسار العنوان، يعني هذا أجزاء يسار العنوان، هذا هو الذي يحدد البت ذو الأهمية العليا. يكتب عنوان بروتوكول الإنترنت في النظام العشري المنقط بالشكل رقم نقطه رقم نقطه رقم نقطه رقم، حيث يمثل الرمز كما قلنا الشباكي مع عددي بنظام العدد العشري. والان كل خانه تضم اعداد موجبه ممثله بثمانية بت فقط، فان القيمه العشريه العليا هي 255. مثال معنا هنا اثنين عناوين كما هو موضح، اثنين عناوين اي بي 10.0.0.1 و150.255.12.9. هؤلاء الرقمين يمثلين عناوين اي بي صحيحة، يعني الرقم من 0 الى 255 ما ينفعش، فوق 255 غلط، واقل من 0 غلط. لاحظ معي التمثيل بالنظام العشري والثنائي، معانا 172، كمان لاحظ 16.254.1 32 بت، الطول الإجمالي 32 بت للرقم كما هو موضح. إذن في آخر هذا الحلقة معكم هذا الواجب، حدد أي العناوين التالية يمثل عنوان أي بي صحيح: 10.10.10.10، 256.22.22.22، 10.0.0.0، 10.5.50.5، 192.168.256.1. حدد لي أي ما هو العنوان الاي بي الصحيح في التعليقات كتمرين للمتابعين. نكون قد أنهينا حلقتنا لهذا اليوم في دورة الاي بي فيرجن 4. سنتكلم في الحلقة التالية عن أقسام الاي بي أو الاي بي كلاسس. لمن رغب في المزيد عن الاطلاع عن التعريف وغيرها، مرفق لكم رابط أسفل الفيديو من الموسوعة الحرة. هذه تحياتي، خالد الملصي، قناة tiftok.com.